حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور محمد علي حسن علي، عضو مجلس الشورى. مساء الخير دكتور محمد. لا شك أن الخطاب الملكي السامي في افتتاح دورا للانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب كان خطابا شاملا، ويعني وضع الأسس الرئيسية للمرحلة الجديدة من مراحل العمل الوطني في ظل المسيرة التنموية الشاملة لسيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. حدثنا عن أهم ملامح هذا الخطاب الملكي الشامل والسامي في افتتاح دور الانعقاد. أولا مساء الخير وشكرا لك ولتلفزيون البحرين، وأحب أن أؤكد أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن يقوم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في كل عام بافتتاح دور الانعقاد، ويلقي جلالته خطابا ساميا في هذه المناسبة تكون بمثابة خارطة الطريق ونبراس للعمل ويهتدى به للسلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، وكذلك للجميع في الحكومة وجميع مؤسسات الدولة لتعمل من خلالها. وهذا الخطاب في هذه السنة في افتتاح دور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الخامس احتوى على كثير من المضامين، مضامين عدة كانت برؤى ثاقبة وبصيرة نافذة والتطلع إلى المستقبل بعين جلالته التي يرى من خلالها ويستشرف من خلالها المستقبل. فأول ما ورد في هذا الخطاب السامي في هذا العام كان في غاية الأهمية، وهو التطلع إلى مرحلة متقدمة من العمل الجاد المتجدد، بحيث يحتوي هذا العمل الجاد المتجدد أيضا في مضامينه على تفاؤل للمستقبل، للنظر إلى هذه المنطقة ولهذه البلد بعين التفاؤل، وهذا يدعونا جميعا إلى العمل والعمل المتواصل والتفاؤل نحو مستقبل وفضاءات أرحب. كذلك ورد في مضمون خطاب جلالته كذلك استذكار بأهم المجالات التي مرت بها البلاد، التي مر عليها أكثر من 100 عام، كالتعليم والعمل البلدي وغيره من المجالات. وعرج جلالته كذلك على أمر في غاية الأهمية، وهو المتغيرات العالمية والإقليمية التي تحدث والتي يجب النظر إليها بمرونة وجدية في نفس الوقت، وأن نكون جاهزين إلى المستقبل بما يحدث فيه من أمور متسارعة. وكذلك أثنى جلالته على ما تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من جهود ومتابعة حثيثة في المجالات التنموية الكثيرة، ومن ضمنها ما يحدث في البلاد من مشاريع كبيرة تنموية كتطوير مشاريع النفط والغاز وتطوير خطوط الصخر في شركة البحرين ألبا، وما تشهده البلاد من توسعة في مجال الطرق والمواصلات كتوسعة مطار البحرين الدولي وإلى ذلك. وبين جلالته كذلك ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خليفة ولي العهد الأمين من سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين من مشاريع تتعلق بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، وهذا جانب مهم لأن البحرين بحاجة ماسة إلى تنويع، كما تعلم ويعلم المشاهدون الكرام بحاجة إلى توسيع مصادر الدخل الوطني حتى لا يتم الاعتماد بشكل كامل على النفط. فهناك مشاريع إيجابية ستحقق نقلة اقتصادية إيجابية للبحرين، وتشهد البحرين أيضا أمور مهمة كثيرة كمشاركة، يعني هذا بالنسبة لي أنا شخصيا أمر مهم هو موضوع بيئي، اهتمام بموضوع تغير المناخ باعتبار أن هذه القضية هي شغلت العالم على مدى سنوات طويلة الآن، والبحرين قطعت شوط مهم وجهود كبيرة في هذا المجال. تضمن أيضا الخطاب السامي أمور كثيرة متعددة في مضمونه كحماية أركان دولة القانون، الارتقاء بقطاع العدالة، وقد ركز سموه جلالته على موضوع العقوبات البديلة التي بدلا من أن يحكم فيها على الجانب السجن أن يقوم بأعمال قد لا تكون سجن، عقوبات بديلة، وهذا تطور في التشريعات المحلية. أيضا أمر مهم ذكره جلالته يتعلق بدور البحرين كبلد رائد في مجال التسامح الديني والتعايش بين الأديان والمذاهب كافة، وهذا أمر متأصل في البحرين في ثقافته، في ثقافة المجتمع على مدى سنين طويلة، وهذا أمر في غاية الأهمية. التعاون أيضا بين السلطات في الدولة العاملة كالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية أمر ركز عليه جلالته، بحيث أن تعمل هذه السلطات بتعاون
بتكامل بتناسق ولكن بشكل مستقل. فالسلطة التشريعية في هذا المقام وهي المعنية بهذا الخطاب السامي عليها أن تستلهم وتتبع ما ورد في هذا الخطاب ويكون لها خارطة الطريق لتعمل من خلاله على سن تشريعات وأنظمة وقوانين تحقق ما يتطلع إليه جلالته في هذا الخطاب. نعم دكتور، لا شك أن أنتم في السلطة التشريعية يعني على عاتقكم مسؤولية كبيرة لتحقيق هذه التطلعات والرؤى الملكية السامية لسيدي جلالة الملك، والتي وردت في خطابه السامي، والذي يعني ما قصرت، قدمت لنا هذه القراءة المستفيضة في خطاب سيدي جلالة الملك. الدكتور محمد علي حسن علي عضو مجلس الشورى، نشكرك جزيل الشكر على قبولك الدعوة وتواجدك معنا في نشرة الثامنة. شكرا لك.